بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد حلقة النهاردة هيكون فيها اهتمام أكتر بمراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا، مجموعة النادي الأهلي بالطبع مع سان داونز بطل جنوب إفريقيا، وأيضا كمان الهلال السوداني والمريخ السوداني. في الفترة الحالية كلنا عارفين إن مفيش مباريات للدوري العام، المنتخب بيستعد لكأس الأمم، والنادي الأهلي بالتأكيد في فترة أجازة وراحة سلبية. فالحدث الأبرز كان النهاردة مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. عندنا تفاصيل كتيرة في هذا الموضوع، هنتكلم في أمور هامة جدا بخصوص المرحلة القادمة للنادي الأهلي. بالطبع في راحة سلبية في كأس للرابطة، ثم كأس الأمم الإفريقية، كأس العالم للأندية، دوري أبطال إفريقيا. الفترة اللي جاية فيها أحداث مهمة جدا، لكنها أحداث قارية، لأن الأحداث المحلية هتكون قليلة شوية، ومحدش يتخيل إن ممكن حتى بعد فترة كأس العالم للأندية إن الكل هيرجع ويستأنف الدوري. لا، ده لسه في مباريات إفريقية هتكون خلال الأجندة في شهر فبراير المقبل. حلقة النهاردة فيها تفاصيل، فيها كواليس، لكن دايما كده بسرعة بنسخن معاكم ونطرح سؤال لحلقة اليوم على كل السادة المشاهدين. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف رأيكم في مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا اللي أسفرت بالطبع عن وجود سان داونز والهلال والمريخ مع الأهلي في المجموعة الأولى لمباريات دوري أبطال إفريقيا. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي أمام سان داونز والهلال والمريخ في دوري الأبطال، وكمان موسيماني مجموعتنا لن تكون سهلة. وفي الترند العالمي، تقارير مورينيو يطلب ضم النني لروما. بسرعة نروح لمباريات النهاردة واستعراض مباريات اليوم، يمكن في هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي. ساوثهامبتون بيستضيف توتنهام هوتسبير، وكريستال بالاس بيستضيف نوريتش سيتي، وواتفورد بيستضيف ويست هام يونايتد. طبعا كريستال بالاس في هذه اللحظات متقدم على نوريتش سيتي بهدف مقابل لا شيء، وواتفورد ايضا متقدم على ويست هام يونايتد. وفي الختام في السهره النهارده الساعه 10، ليستر سيتي بيستضيف ليفربول. بالتاكيد محمد صلاح النهارده عنده ارقام قياسيه، اذا استطاع انه يحرز هدف هيكون عنده رقم قياسي مهم جدا في مبارياته في الدوري الانجليزي، او حتى مع كل الفرق الانجليزيه في جميع المسابقات في انجلترا. طيب دي كانت مباريات النهارده في الدوري الانجليزي، والختام زي ما قلت مباراه ليستر سيتي مع ليفربول. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض والحديث في ترند الترند. عندنا كلام واخبار ومعلومات مهمه جدا في هذه الفقره بخصوص القرعه، وبعض التفاصيل اللي بتهم بالتاكيد المشاهد الاهلاوي بالنسبه لمستقبل الاهلي في الفتره اللي جايه. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الترند. هنتكلم في هذه الفقره عن مجموعات دوري ابطال افريقيا، والنهارده كانت مراسم القرعه الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة، وتحددت خلاص بشكل رسمي ونهائي المجموعات اللي هتاخد هذه المباريات ابتداء من شهر فبراير المقبل، عقب مباريات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون ونهاية مباريات كأس العالم في أبو ظبي. كلنا شفنا القرعة النهاردة وشفنا الفرق اللي هتواجه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، والنادي الأهلي بالطبع في المجموعة الأولى مع سان داونز والهلال والمريخ السوداني، أيضا كمان في المجموعة الثانية في الرجاء المغربي وحرية كوناكري الغيني ووفاق ستيف وأمازولو بطل جنوب إفريقيا، المجموعة الثالثة الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وشباب بولسداد ويوهان جالاكسي بطل بتسوانا، المجموعة الرابعة الوداد المغربي، الزمالك وبترو أتليتكو وسيجاراس برانس بطل أنجولا، فرقتين من أنجولا مع الزمالك والوداد. لو بنتكلم على المستويات، خدوا بالكم الحاجة يا جماعة، الكورة بشكل عام ما فيش حاجة اسمها مجموعة صعبة ومجموعة سهلة، لكن بالنظر إلى النتائج وأسماء الفرق، المجموعة الأولى اللي فيها طبعا بالطبع الأهلي مع سان داونز والهلال والمريخ، مجموعة نقدر نقول متوسطة أو أكتر من متوسط شوية، لأن مجموعة مش سهلة خالص، فيها ديربيات، فيها الأهلي مع الهلال، الأهلي مع المريخ. كلنا شفنا خلال السنتين اللي فاتوا دايما سان داونز بيواجه الأهلي، ولكن في مرحلة النوك أوت في دور الثمانية، المرة دي الفرقتين مع بعض في دور المجموعات، ويمكن ده ممكن تكون فرصه جيده لبطل جنوب افريقيا، عشان اخر سنتين كان حظه سيء انه بيواجه الاهلي، فكان بيخرج رغم انه كان بيأدي بشكل رائع جدا خلال دور المجموعات، ولكن وجوده مع الاهلي في نفس المجموعه بيدي افضليه ان سان داونز ممكن يكمل
لبعد مرحله الكوارتر فاينل ويوصل للسيمي فاينل، ليه؟ لان ممكن يكون موجود في المباراه النهائيه. لكن لو بنتكلم على اصعب مجموعه من حيث الاسماء والنتائج والمباريات، لا، مجموعه الترجي والنجم الساحلي وشباب بولسداد. اولا دربيات عربيه، ثانيا في كلاسيكو او ديربي في تونس ما بين الترجي والنجم الساحلي، تليها بعد كده المجموعه الثانيه اللي فيها الرجاء المغربي وحوريه كوناكري ووفاق ستيف وامازولو. بالمناسبه البعض ممكن يتوقع ان حوريه كوناكري وامازولو الجنوب افريقي ما يكونوش منافسين، بالعكس حوريه كوناكري السنوات الاخيره دايما بيتواجد في المراحل النهائيه ابتداء من دور الثمانيه. امازولو ده فريق اللي اقصى مازيمبي الكونغولي في الدور التمهيدي، وبيقود هذا الفريق ماكارسي نجم منتخب جنوب افريقيا في كاس الامم عام 98. فبالتالي مجموعه مش سهله، مجموعه صعبه، ولكن بالطبع المجموعه الثالثه هي الاصعب، مجموعه الترجي والنجم وشباب بولسداد ويوهان جالاكسي. بالمناسبه كمان فريق يوهان جالاكسي البطل بتسوانا بيقوده مدير فني جنوب افريقي، وسبق ليه قبل كده طبعا كان من الناس او يعني الشخصيات القريبه جدا من بيتسو موسيماني، والنهارده حتى هو بيسحب القرعه اتكلم على يوهان جالاكسي انه بيقوده مدير فني واعد جدا، مدرب جنوب افريقي اسمه موليرا. نفس الامر مجموعه الوداد والزمالك، هي المجموعه على الورق هي تعتبر المجموعه الاسهل، لان بيترو اتلتيكو وسكرانس سبرانسا بطل انجولا فرقتين من انجولا ما عملوش نتائج كبيره قبل كده في دوري ابطال افريقيا، ولو بنتكلم ان اول والثاني بس هم اللي هيصعدوا من المجموعه، فطبعا كل الترشيحات هتروح في سكه الوداد والزمالك. في نفس الوقت كمان الزمالك عنده محمد اوناجم واشرف بن شرقي، فبالطبع هتكون في منافسه قويه جدا مع الوداد، لان الاثنين دول اصلا كمان من فريق نادي الوداد، وهيكون في دربيات وفي ثنائيات بالتاكيد خلال هذه البطوله. ونفس الامر طبعا فرقتين من انجولا في نفس المجموعه. طيب ده بالنسبه لي المجموعات الاربعه النهارده للقرعه اسفرت عن هذه المواجهات وهذه المباريات. طيب مجموعه الاهلي هتكون ترتيب المباريات ازاي؟ الاهلي اول مباراه عنده مع المريخ السوداني يوم 12 فبراير، احد ايام 11 او 12 فبراير. البعض يقول لي كده من دلوقتي، طب احنا عندنا او هتكلم فيها بس هستعرض كل المباريات. طيب الاهلي والمريخ احد ايام 11 و12 فبراير، الهلال والاهلي 18 او 19 فبراير، الاهلي وصن داونز 25 او 26 فبراير، صن داونز والاهلي 11 او 12 مارس، المريخ والاهلي 18 او 19 مارس، والختام مباراه الاهلي والهلال في القاهره احد ايام 1 او 2 ابريل. طيب عندي نقطتين بالنسبه لمباريات الاهلي في هذه المجموعه. اول مباراه الاهلي مع المريخ احد ايام 11 او 12 فبراير، الكل هيقول لي طب ازاي ده جاي في نفس توقيت المراحل الختاميه لكاس العالم للانديه؟ يا جماعه الكلام ده مش جديد، ده حصل السنه اللي فاتت. بالمناسبه الاهلي كان عنده كاس عالم انديه في قطر، ولما وصل لمرحله تحديد المركز الثالث والرابع اتاجلت له اول مباراه في دوري المجموعات، وكانت بالمناسبه كانت مباراه المريخ السوداني ايضا. فبالطبع هنا مفيش ازمه، وفكره ان كاس العالم جاي مع دوري ابطال افريقيا لا ما فيهاش اي مشكله، ارجعوا للتاريخ شويه السنه اللي فاتت شوفوا نفس الموضوع بالظبط. كاس العالم للانديه كانت المراحل الختاميه ليه مع انطلاق مباريات دوري المجموعات. عشان كده في التوقيت ده الاهلي لعب السوبر مع الرجاء 22 ديسمبر، ما كانش ينفع يلعب في شهر 2 زي ما انتم شايفين الاجنده عامله ازاي. فبالتالي الاهلي ان شاء الله عنده مباراه يوم 5 مع مونتيري، يكسب، لو كسب اول مباراه يبقى مباراته مع المريخ هتتاجل. لو الاهلي كسب مباراه مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير، مباراه مع الاهلي والمريخ السوداني هتتاجل، بس ممكن بقى تتلعب ما بين 19 و26 اللي هي المباراه ما بين الجوله الثانيه والثالثه في دوري ابطال افريقيا، زي ما انتم شايفين مفيش وقت، يعني انا هخلص 26/2 هنخش بعدها ب 10 ايام مباراه سان داونز اللي هتكون في الجوله الرابعه في بريتوريا في جنوب افريقيا. طيب لو الاهلي لا قدر الله خسر امام مونتيري هيلعب المركز الخامس والسادس يوم 9 فبراير، وبالتالي هيكون عنده لسه 72 ساعه على مباراه المريخ السوداني. هل بقى المباراه هتتاجل او هتتلعب في ميعادها؟ ده هنعرفه وقتها، ولكن من التواريخ دي والمواعيد دي محدش يقول لي بعد كاس الامم الدوري هيرجع، استحاله. يعني الدوري كاس الامم هتخلص 6 فبراير، هنلعب كاس العالم للانديه، هنرجع من كاس العالم للانديه على دوري ابطال افريقيا، لان كمان الرابطه اعلنت ان اول مباراه للاهلي في استئناف مباريات الدوري هتكون مباراه بيراميدز، مش هيرحلوا مباريات ويكملوا الدوري بشكل عادي، لا، اي مباراه مؤجله هيبداوا بيها وبعد كده يلعبوا باقي الجولات بشكل عادي جدا. طيب ده ترتيب المباريات والموقف اذا الاهلي يكمل في كاس العالم مباراه المريخ موقفها ايه، وزي ما قلت لكم مفيش تعارض، نفس الامور دي بتحصل كل سنه، وبدايه او استئناف مرحله دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا مش جايه متزامنه مع كاس العالم، ده تلقائي وبيحصل كل سنه، والسنه اللي فاتت اول مباراه للاهلي اتاجلت لما وصل لمرحله الدور الثالث والرابع لما لعب مع بطل البرازيل، واول مباراه في دوري ابطال افريقيا اتاجلت مع المريخ
السوداني. طيب بالنسبه للملاعب، لان الكل من النهارده عمال يسال على موضوع الملاعب، خليكم متذكرين كده، احنا الحمد لله قلنا من حوالي كده 14 يوم قلنا في خطاب اتبعت من الاتحاد الافريقي للانديه اللي اتاهلت لدور المجموعات، بيقول لهم عندكم مهله لغايه 2012 تقولوا لي فيه الملاعب اللي هتلعب عليها، وتختار لي ملعب واحد والملعب الاحتياطي رقم 2، واتحطت معايير وشروط قبل ما تبعت اسماء الملاعب. نفذ الشروط دي، لو الشروط دي والمعايير دي ما اتنفذتش مش هتلعب على الملعب رقم 1 ولا الملعب الاحتياطي رقم 2، وهيكون للكاف الحق ان هو ينقل مبارياتك في ملاعب محايده. انتهت المهله يوم 2012 وكل الانديه بعتت طلباتها وجاهزيتها لاستضافه المباريات، ولكن في انديه لغايه اللحظه دي الملاعب اللي ارسلتها اصلا لسه ما خدتش الموافقه عليها من الدور التمهيدي، مش حتى من دور المجموعات. وكانت ابرز هذه الفرق الهلال والمريخ من السودان، النجم الساحلي التونسي، وكمان بنتكلم على شباب بولزداد ووفاق ستيفي الجزائري وبرانس جرادا بطل انجولا. طيب ايه هي المعايير اساسا عشان نقول الملاعب دي او الفرق دي مش هتلعب على ملاعبها ليه، واذا ممكن تلعب على ملاعبها هتلعبها ازاي؟ طيب اولا في حوالي 16 شرط او 16 بند الاتحاد الافريقي وضعهم عشان اذا هذه المعايير تنطبق عليك هتلعب على ملعبك بشكل عادي جدا. اول حاجه جوده الملاعب اللي هي ارضيه الملعب، العشب سواء طبيعي او صناعي. لو العشب طبيعي لازم يكون الحاله ممتازه جدا، ارضيه الملعب مستويه بشكل مميز، وفي نفس الوقت كمان لو العشب صناعي لازم ارضيه النجيل الصناعي تكون جديده مستحدثه، واذا تم تجهيزها في هذا الملعب لا يمر عليها اكتر من سنتين. يعني انت لو جايب ارضيه عشب صناعي من الدرجه الاولى ولكن بقالها 3 سنين او 4 سنين الملعب ده ما ينفعش، لازم تكون ما مرش عليها اكتر من سنتين. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بالاضواء الكاشفه، الملعب او الملاعب معظمها الاتحاد الافريقي عايز يتوجه او عايز يحط توجه معين يلعب بالليل، فقال لك الاضواء الكاشفه اللي ممكن تسمح باقامه المباراه ليلا حط لها درجه معينه، وهي درجه طبعا يعني في امكانيه ان درجه الاضاءه تبقى عاليه جدا، وفي نفس الوقت الاضاءه بنفس المعايير او بنفس المواصفات اللي الاتحاد الدولي فيفا حطها في تصفيات كاس العالم، فقال لك الاضواء الكاشفه بدرجه 1200 لوكس على الاقل، وبالتالي ده مش هينطبق على ملعب الهلال بقى، لما يجي يلعب الهلال على ملعبه جزئيه الاضاءه هنا عنده مشكله فيها، هو حاليا بيحاول يعدلها، لكن لو ما قدرش يعدلها لغايه شهر يناير اللي جاي مش هيلعب على ملعبه. طيب الجزئيه الثالثه كمان بنتكلم على المقاعد، مقاعد البدلاء بالنسبه للفرق والمسؤولين. عدد المقاعد لازم يكون محدد ب 16 مقعد على الاقل، ولازم يكون في مقعدين بديلين للفرق، وتكون في نفس الوقت مغطاه بالنسبه لمقاعد البدلاء في ارضيه الملعب. مطلوب كمان في كل ملعب 4 غرف خلع ملابس، مش غرفتين بس، 4 غرف خلع ملابس. طبعا متحدد بقى الغرفه العرض قد ايه والطول قد ايه، دي تفاصيل طبعا يعني ايه مش هذكرها دلوقتي. الملعب كمان لازم يكون فيه لوحات تبديل الكترونيه الحكام يقدروا يستعينوا بيها، يعني كلنا عارفين الحكم لما بيجي ينزل الملعب وبيعمل تغيير بيرفع اللوحه الالكترونيه، اللوحه دي مش جايه مع الحكم، اللوحه دي ملك الملعب، لو الملعب ما عندوش اللوحه الالكترونيه الملعب ده ما يتلعبش عليه. شوفوا تخيلوا لو البند ده بس مش موجود في الملعب، الملعب ده ما يتلعبش عليه. طيب مقاعد الجماهير كمان لازم تكون المقاعد عباره عن كراسي، مش مقاعد بالمصاطب اللي احنا عارفينها بالتقليديه بتاعت زمان، لازم تكون كراسي والمقاعد فرديه، يعني الكرسي ما يقعدش عليه الا فرد واحد فقط. لو عملت الكراسي بنظام المزدوج او الاثنين ما ينفعش، الملعب لا يصلح. هي تفاصيل صغيره ولكن الكاف يبدو ان هو عايز يبدا بقى يطبق معايير دور السوبر خلال الفتره الجايه، فبيشوف مين الانديه اللي هتكون جاهزه للتحضير للجزئيه دي. كل الامور دي كلها هي في النهايه الهدف منها ان احنا نشوف مباريات وملاعب على اعلى مستوى، ووصلوا كمان لمرحله ان الفندق الاقامه اللي بجوار الملعب لو اقل من 4 نجوم الفندق ده ما يستضيفش او الفريق ده ما يروحش يلعب في هذا الملعب ولا يكون موجود في الفندق او المدينه اللي فيها الملعب، يعني حتى فندق الاقامه لازم يكون يا 4 نجوم يا 5 نجوم. فبالتالي هنشوف الفتره الجايه بقى موقف الهلال والمريخ، وده هنوضحها بالتاكيد بعد الفاصل لما يكون معانا بقى تفاصيل اكتر، وهنشرح ايه اللي هيحصل بالنسبه لاستضافه الهلال والمريخ مبارياته مع النادي الاهلي اللي لسه فيه يعني فرصه اخيره خلال شهر يناير القادم. طيب ده الجزء المتعلق بجاهزيه الملاعب والاشتراطات الخاصه بالاتحاد الافريقي وجدول المباريات والمجموعات ومجموعه الاهلي مع صن داونز والمريخ والهلال.
أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والمزيد، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا المجموعة الأولى، الأهلي وصن داونز والهلال والمريخ. طيب النهاردة بيتسو موسيماني كان بيسحب القرعة، ومش عارف ليه الناس كده عمالة تتكلم على سحب بيتسو موسيماني للقرعة. الاتحاد الإفريقي يا جماعة أعلن من 48 ساعة إن بيتسو موسيماني سفير للأندية الإفريقية، وهيكون النهاردة يعني ضيف شرف في سحب القرعة وسحب الكونفدرالية ودور الأبطال. عموما انا يعني مش شايف اعتراضات من بره مصر، لكن مش عارف ليه شايف في اعتراضات من داخل مصر، رغم ان مجموعه الزمالك هي المجموعه الاسهل، لكن ما علينا. اروح للزميل العزيز هيثم محمد علي الاعلامي السوداني عشان نعرف منه اخبار المريخ والهلال وازاي بيستعدوا لمواجهه الاهلي وكل التفاصيل الخاصه باستعداد الانديه السودانيه لمباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا كمان مع صن داونز خلال الفتره اللي جايه. هيثم مساء الخير عليك ومنورني على شاشه قناه الاهلي. يعني نور كابتن محمد سعيد، ومحبيك ومرحب بكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، وعبر رجل حي فريق الاهلي نادي الطرح بتتويجه بكاس السوبر الافريقي وكاس افريقيا بطل كالعاده. الله يبارك فيك. حقيقه يعني هي مجموعه صعبه يقوم بها الكره السودانيه لما تدخل الهلال، يعني امتداد لما تعاني باسم الكره السودانيه في الفتره الاخيره، يمكن كانت صدمه حقيقيه لجماهير الباقيين الناديين بوقوف في هذه المجموعه التي على راسها الاهلي المطربه بالاساس، ووصفه ايضا صن داونز الجنوب افريقي، وهي من اقوى المجموعات، وايضا قصد كثيرا على القمه في ظل الظروف والمرحله التي تمر بها الكره السودانيه بعد تزيده لمجموعه في توصيات كاس العالم الاخيره، وبعد ايضا تزيده لمجموعه في توصيات كاس العرب في العاصمه القطريه، خصوصا ان اغلب لاعبي المنتخب من نادي المريخ والهلال. طيب هيثم، عندي سؤال ليك متعلق بمدى جاهزيه ملعب الهلال وملعب المريخ لمباريات دور المجموعات. كلنا عارفين ان في الدور التمهيدي جم لعبوا في السويس هنا في مصر، وطبعا لعبوا المباريات بدون جمهور، فلسه في امل عند مسؤولي الهلال والمريخ ان هم يعني يحاولوا يجهزوا الملاعب على شهر يناير اللي جاي. وكلنا عارفين ان خلال الفتره الاخيره كان طلع قرار خلاص الملعب اللي مش جاهز مش هيلعب على ارضه، والفريق هيضطر يلعب خارج ارضه، لكن في طلب استثناء او في لجنه تفتيش هتزور السودان عشان تطمن على جاهزيه الملاعب. الجديد في هذا الشان والاخبار اللي بالتاكيد من خلالك هنعرفها لكل الساده المشاهدين، ايه اللي ممكن يحصل خلال الايام القليله القادمه؟ بالتاكيد مصر يعني زي ما سبق قلت لك ان الكره السودانيه تعاني بمخاضعه كبيره، تعاني الان اتحاد الكره السوداني بدون رئيس، نادي المريخ ايضا هناك رئيسين، قضيه امام محكمه التحكيم الرياضيه كاس، نادي الهلال تم التنبيه الطبي، حتى الان كل الامور هناك ضبابيه، كما تعلم ويعلم الجميع حتى المنتخب السوداني لعب جميع مبارياته في المملكه المغربيه، يعني ما ممكن انت تكون في السودان تلعب في المغرب. ملعب المريخ خارج نطاق الخدمه نهائيا، يعني ما في اي امل، هو مطلق برضه في صراح كان بين مجلسين متناحرين حتى الان. ملعب الهلال في لجنه حتجي يوم 7 يناير اللي كانت ابعد ملعب الهلال وطلبت بعض الاشياء، والهلال كون لجنه عليا لمعالجه هذه القصور ومعالجه هذه الملاحظات من جهه الكاس، ولكن يعني النسبة سؤالي شوية ان شاء الله عسى ولعل انه يتم اختيار ان اللجنة تتوفر في المستقبل، اذا لم يكمل اللجنة المواقف سيكون على المريخ والهلال ان يلعبوا مباريات خارج ارضهم، وبالتاكيد مصر ستكون هي الاختيار الاول لنادي المريخ والهلال باعتبار المرحلة الماضية. طيب هيثم، هل ممكن، انا عارف ان الانتقال للمغرب الفتره اللي جايه زي ما حصل مع المنتخب السوداني هيبقى صعب بسبب جائحه الكورونا وغلق الطيران، ممكن يجي يلعبوا في مصر ولا هيكون الاتجاه للعب في احدى الدول الافريقيه؟ والله بكل تاكيد نتحدث عن افريقيا، افريقيا يعني افريقيا هناك صراعات، هناك اجواء سياسيه مؤثره، الصراع بين التجري وبين هي المتبعة. اي اوغندا ليست لديها من التحديث، حتى افريقيا جميع الانديه الاساسيه تلعب خارج ملاعبها، يبقى الخيار الاول هو مصر، يعني حتى ليبيا ملاعبها عادت بالخدمه بعد 10 سنين، تونس خيار متسبعة، الجزائر خيار متسبعة، حتى المغرب عام باغلاق عام حتى نهايه يناير، ممكن يكون هناك تمديد، يعني سيكون مصر هي الخيار الاول والخيار الاقرب، رغم انه حتى الان لم يصدر اي تعليق رسمي او اي رسمي من ممثلي المغرب والهلال في القلعه، وتوجيه معقول في مصر الكابتن عادل ابو دريس القطاع الرياضي المغربي والكابتن الفاضل اليوم ممثل نادي الهلال، كنا نتمنى انه يوجه يعني يوضح الرؤيه لناديه، يعني
الان المريخ موجود معاكم في مصر، في معسكر في اكتوبر خلال يومين ايضا من مصر. حتى الان الدوري بطوله الدوري في كاس الافريق كان المفروض ان تنطلق في يناير، ولكن مشاركه وتواجد المنتخب السوداني في احتجاج موسيقى بالتمر ارجح اعلان بطوله الدوري الممتاز حتى تصبح الرؤيه حتى يخوض المنتخب مباراه الدور الاول ثم يتم بعد ذلك الاعلان، حتى اذا خرج المنتخب في الدور الاول وهذا الشيء المتوقع في ظل المحتويات الموجوده والاجواء المحيطه بالكره اكيد سينطلق الدوري نهايه يناير، يعني ممكن المريخ والهلال يبدوا مبارياته في المباراه قبل حتى الانطلاقه المحليه. تمام. الزميل الصحفي هيثم محمد علي الصحفي بجريده جون السودانيه بشكرك شكرا جزيلا، وكان كلام مهم جدا بخصوص الهلال والمريخ واستعدادهم لمباريات الاهلي وسان داونز في دوري ابطال افريقيا. موسيماني بالمناسبه قال مجموعه الاهلي لن تكون سهله وهدفنا الفوز بكل البطولات، اكد كمان ان المجموعه صعوبتها ان بتضم سان داونز ومنافس تقليدي للاهلي خلال الفتره الاخيره، دربيات وجود الهلال والمريخ مع الاهلي في هذه المجموعه، منافسه قويه ومواجهات صعبه لكل الفرق الطامحه للتاهل خلال الدور المقبل. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن اخبار الاهلي وترند الاهلي. كان قبل ما اروح لترند الاهلي امبارح خرج خبر غريب جدا والناس كلها اندهشت من طبيعه هذا الخبر لان تفاصيله كلها غير صحيحه. والخبر كان متعلق ان الاهلي بيتفاوض مع شكري نجيب مهاجم النادي الاسماعيلي. طبعا خبر عاري تماما من الصحه وما تعرفش ليه اسباب خروج هذا الخبر في هذا التوقيت في ظل كمان ان اللاعب اصلا كمان عنده مشكله مع النادي الاسماعيلي في خلال هذه الفتره، وما تعرفش هل الهدف منه بقى يعمل اثاره يعمل بلبله يعمل ترند، ممكن ناس ما حدش بيتفرج عليها فعايزه تعمل اي بلبله واي اثاره خلال هذه الفتره. لكن منذ لحظات أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي من خلال الموقع الرسمي نفى نفيا قاطعا وقال شكلا وموضوعا لم نتفاوض مع شكري نجيب لضمه للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وقال كمان هذا الكلام وهذا الخبر عاري تماما من الصحة وبعيد عن الواقع. شكري نجيب لاعب مميز ومهاجم واعد في صفوف الإسماعيلي لكنه لم يدخل حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وقال الكلام ده أساسا لا فكرنا فيه لا من قريب ولا من بعيد، وأن الأهلي أصلا بيضم كمان مهاجمين مميزين خلال هذه الفترة، والأهلي قيد أو يعني تم تسجيل 6 لاعبين في القائمة الإفريقية فما فيش غير مكان واحد، فلسه هتتفاوض وتشوف في شهر يناير ممكن المركز اللي الجهاز الفني يتفاوض عشان يشوف مين اللعيب اللي ينضم للصفوف الفترة الجاية، فلسه ما حدش فكر ولا أصلا اجتمع عشان يحدد إن المركز أو المقعد اللي باقي ده هل في الدفاع هل في خط الوسط هل في الهجوم هل في حراسة المرمى، هل ممكن تصعيد أي لاعب من قطاع الناشئين عشان تستكمل القائمة الإفريقية في شهر يناير القادم. ولكن هذا الخبر عاري تماما من الصحة، وأمير توفيق مدير التعاقدات نفاه نفيا قاطعا بشكل نهائي وبشكل رسمي. طيب نروح بقى لترند الأهلي ونشوف معانا إيه النهاردة في ترند الأهلي والمحتوى اللي موجود من خلال صفحات السوشيال ميديا. أول حاجة معايا حساب في الجول بيتكلموا على إحصائيات مباريات الأهلي ضد سان داونز. الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشروا تاريخ مواجهات الأهلي مع سان داونز في دوري الأبطال، 10 مباريات الأهلي فاز في 5 مباريات خسر مباراة واحدة و4 تعادلات. لو نتذكر مع بعض كده نسخة 2001 الفرقتين لعبوا مع بعض في النهائي اتعادلوا في بريتوريا 1-1 وكان هدف التعادل الكابتن سيد عبد الحفيظ، ثم الاهلي فاز في القاهره بثلاثيه نظيفه احرزهم هاتريك خالد بيبو. في 2007 دور ال 16 تعادلوا خلال اللقاء في جنوب افريقيا 1-1 والاهلي فاز في القاهره بهدفين نظيفين. نسخه 2018 2019 كان ربع النهائي، تلك النسخه اللي شهدت بقى كانت الخساره الكبيره للاهلي في 2019 في بريتوريا، والاهلي خسر ب5 اهداف مقابل لا شيء وفاز في القاهره 1-0، لكن بعدها اختلفت الرؤية تماما بعد هذه المباراة. الأهلي فاز ب2 دوري أبطال إفريقيا، فاز ب2 سوبر إفريقي، فاز على سان داونز مرتين مرتاليتين موسم 2019-2020 وموسم 2020-2021. طيب نروح مع بعض للخبر الثاني واليوم السابع النهاردة، شافوا صحف جنوب إفريقيا قالت إيه على مواجهة الأهلي وسان داونز. الحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر نشروا ما اهتمت به ومنشتات صحف جنوب افريقيا عن مواجهه الاهلي وسان داونز، وكان العنوان الابرز موسيماني يعود مره اخرى، بالتاكيد يعود الى ناديه السابق اللي كان بيقوده خلال ال7 سنوات السابقه نادي سان داونز، والمره دي طبعا بيقود النادي الاهلي للمره الثانيه امام نادي سان داونز للعام الثاني على التوالي. طيب طبعا كلنا عارفين ان هذه المباراه لسه في الجوله الثالثه والرابعه، فلسه وقتها يعني على نهايه فبراير مع بدايه شهر مارس. اليوم السابع على تويتر قالوا ان رابطه الانديه
بتقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة في فبراير المقبل. طيب هو الكلام إن الأهلي عنده كأس عالم أندية من 3 ل 12 فبراير، والبطولة في المعدة لسه ما فيش أي تعديل فيها، وصعوبة إن يكون في تعديل في هذه الفترة. بعدها الأهلي هيرجع عشان دوري أبطال إفريقيا. ماتش بيراميدز المفروض الرابطة قالت إن ده هيتلعب أول ما الأهلي يرجع من كأس العالم الأندية، بس وقتها الأهلي هيكون عنده دوري أبطال إفريقيا. ومباراة المريخ إذا الأهلي وصل فاينل كأس عالم يا رب إن شاء الله أو لعب على المركز الثالث والرابع، هيلعب في نفس اليوم اللي هتنطلق فيه مباريات دوري أبطال إفريقيا، فبالتالي هيرجع على مباراة مؤجلة من دوري أبطال إفريقيا، فهيلعب ساعتها عنده ماتش 19 في دوري أبطال إفريقيا وعنده ماتش 26 فبراير، وهتبقى في مباراة مؤجلة مع المريخ ممكن تتلم بين 19 و26 أو بعد يوم 26 قبل 12 مارس. في زحمة كتير قوي، لكن هنشوف الفترة الجاية إيه اللي هيحصل بالنسبة لمباريات دوري أبطال إفريقيا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونستكمل باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند. نروح بسرعه لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في البدايه، رايكم في مجموعه الاهلي. طه علي بيقول انا شايف مجموعه متوازنه، فرق السودان مش في حالتهم، خصوصا ان فرق السودان احتمال كبير مش هيلعبوا في ارضهم، عموما البطل لا يهاب احد. ال11 يا اهلي. نروح بسرعه لمحمد بيقول نحن لا نهاب احد، افريقيا جماعها تهاب الاهلي، ولكن الاهلي يحترم المنافس، تضع القرعه في اي مجموعه نحن ابطالها باذن الله. نروح لي عمر احمد، احنا بنلعب على البطوله مش فارق معانا سهل ولا صعب، الفرق الثانيه تقول كده مش الاهلي. وجهه نظر تحترم. ناصر راضي بيقول الاهلي كبير القاره لا يخشى احد، وان شاء الله الثالثه على التوالي باذن الله يكون رقم قياسي جديد، ما قدرش اي نادي في افريقيا يحقق الرقم ده، ان شاء الله تبقى البطوله الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا وانا بختم الحلقه، ومن خلال متابعتي للسوشيال ميديا بشوف الفيسبوك وتويتر وكل الاراء اللي بتتكلم على سحب القرعه. يا جماعة القرعة أصفرت عن إن الأهلي هيواجه سان داونز والهلال والمريخ، يعني المجموعة صعبة. في فرق تانية القرعة أصفرت عن مواجهات سهلة، يعني فكرة سحب بيتسو موسيماني للقرعة ده تكريم من الاتحاد الإفريقي لمدرب اشتغل في أفريقيا لسنوات طويلة جدا، سفير للكرة الإفريقية، والقرعة مذاعة على كل وسائل الإعلام والناس شايفاها لايف على كل وسائل الإعلام. ففكرة إن دي غلطة ومشكلة، ما الكاف أعلن ده من 48 ساعة، اللي كان عايز يعترض كان يعترض. وبعدين القرعة أصفرت عن مواجهات صعبة للأهلي اللي بيقوده بيتسو موسيماني، اللي هيلاعب فرقته السابقة سان داونز، اللي هو الأفضل ليه أنه ما يروحش يواجه الفريق اللي كان بيقوده خلال السنوات الأخيرة وعنده بالتأكيد تاريخ طويل معاه. فبالطبع بلاش نخش في التفاصيل الفاضية دي، وأي حد فاضي مش لاقي حاجة يعملها يخش يتكلم في حاجات ملهاش معنى، لان في النهايه ده تقدير لاسم الاهلي ومكانه الاهلي انه يكون مدرب الاهلي في المكان ده لاول مره وكسفير للكره الافريقيه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير غدا في حلقه جديده من برنامج الترند، وهنحاول قدر الامكان نقدم لكم حاجه جديده بخصوص كاس العالم للانديه وايه الجديد بالنسبه للمرحله القادمه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.